أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، شخص طلب مني أن أعدي عنه عمرة وحجا وهو في بلاده، وإذا عدت إلى بلادي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة وهذا الحج، هل يجوز ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الذي وكلك على الحج والعمرة غير قادر في بدنه على مباشرة الحج والعمرة والسفر ولم يؤدي فريضة الإسلام، فإنه يوكلك أن تحج عنه وأن تعتمر عنه. هذا خاص بالقادر في ماله لكنه عاجز في بدنه، فيوكل من يحج عنه، ولا مانع أن تأخذ ما يعطيك بدون أن تشترط عليه مبلغا محددا، تأخذ ما يعطيك في هذا. نعم.